إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سينقاف له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم كذلك يوحي إليك وإلى الذين
له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. كذلك يوحي وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم
الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء والظالمون ما لهم فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي
وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت عليه توكلت ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات كمثله شيء
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء لا إله إلا الله فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على لا
لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله
وأن الفضل بيد الله الفاتحة.